الوداد الذي خسر امام نهضة بركان الذي تصدر الدوري المغربي، تعادل الجيش الملكي وخسر الوداد، فتقدم نهضة بركان كذا خطوة، والحقيقة عن استحقاق بالنسبة لنهضة بركان تصدر الدوري حتى الآن. دي حقيقة، يعني لما تتبع مباريات نهضة بركان حتى في ما قبل دور المجموعات في الكونفدرالية ثم دوري المغربي، والخسارة الوحيدة اللي كانت أمام الفتح المغربي في ملعب البلد ببركان، بتشوف فريق متماسك، فريق قوي، معين الشعباني عامل منهم فريق بيتحرك ككتلة واحدة، تحس فعلا بتقل اللعيبة في أرضية الملعب، رغم حالة الطردة محمودي في المباراة، وان انت المباراه كانت بتلعب على ملعب العرب الزولي في والملعب كان مليان بجمهور الوداد، ولكن نهضه بركان رغم حاله الطرد بيقدروا ان هم يفوزوا بهدف مقابل لا شيء. وهنا يعكس لك حاجه مهمه، هل نهضه بركان متصدر الدوري المغربي لسه ما تواجهش في مواجهات تقيله؟ لا. فاز على الرجاء في افتتاحيه الدوري 1-0، فاز على الوداد والاثنين في ملعبهم، تعادل مع الجيش الملكي في ملعبه اللي هو ملعب القنيطره. فانت النهارده بتتكلم، يعني انت لما تتواجه مع الثلاثي ده وبتقدر تفوز في المباراتين والثلاثه بره ملعبك وبتتعادل مع الجيش الملكي، اذا انت في حاجه فعلا بتتفرج عليها مع نهضه بركان. بعت لنا فان دام. حاجه بالظبط، حاجه مختلفه. صحيح الهدف كان فيه خطا كبير جدا من دفاع الجيش الملكي بعد الكره اللي اتعملت والسكند بول واحراز الهدف بالشكل ده، ولكن في المجمل نهضه بركان انت بتتفرج عليهم لا فريق جيد. طيب بالنسبه للشيء المهم في المباراه دي، المباراة دي صحيح يعني في حاجة كده متبعة دلوقتي، مباراة الوداد على ملعبه، ان هم بيكرموا من الاساطير قبل كده رشيد الدودي، المره دي حسن ناظر، وده شيء جميل من نادي الوداد، ولكن كل الانظار بتتجه ناحيه رولانا مكوينا اللي الناس كلها كانت من البدايه بتقول ان الدعم غير مشروط، احنا بندعم مشروع، ولكن بعض الالسن كده بدات تتكلم لحد امتى. صحيح هو عدى تقريبا 8 اسابيع اهوت من الدوري المغربي، ولكن مفروض وانت بتتفرج يا محمودي يبقى في اماره زي ما بنقول. بس عايز اقف هنا وقف.